الحضور ديالي في فيلم شطح الارتفاعي الجوي اخراج مع ممثلين كبار في المهرجان الوطني للفيلم، دونك شي حاجه زوينه انني نحضر الافلام اخرى، نشوف السينما المغربيه ديال هذا العام هذا، وفي نفس الوقت كنشوف فيلم لاول مره، دونك انا فرحان. واخا هضرنا على الاجواء ديال التصوير كيف كانت شطاح، كانت اجواء زوينه بزاف. كنبغي نحيي المنتج بزاف لسبب بسيط، هو انه اوتو برود، وانا مع الفكره ديال الناس يزعموا يديروا افلام من جيبهم ويامنوا باللي خصهم يرجعوا منهم فلوسهم، وهذا باش نفكروا شويه في هذيك الصناعه السينمائيه او لا سوق عمل كتنتج من جيبك وكتجي، لان بصح جا الوقت لان خصهم يكونوا افلام هكا. دوك انا فرحت بزاف لهذا العمل انه اوتو برود، كنشكر المنتج على الشجاعه ديالو في هذا الوقت باش تاخذ التحدي ديال اوتو برود، شي حاجه زوينه. وكنا خدامين بهذه الفكره ديال اننا في اوتو برود كنديروا عمل بحب وباغي ننجحوا العمل، وهذا هذا هو الهم اللي كان عندنا. واخا بما انك كنت المنتج صار من جيبك تجربه المال الخاص، واش هذا السبب اللي خلاه انه يجيب مثلا بحال بعزيه بحال جواد قنانه؟ الله اعلم، كذب عليك زعما انا كرأيي مزيان جدا وصحيه جدا ان يكونوا وجوه معروفه في مثلا في العالم ديال الانستغرام، وهذا مزيان جدا يكونوا بحال ما هكا وكيمشيو كانوا ضيوف شرف المشاهد، معطيه لهم حقهم فيها، بانوا فيها زيونين وكيعطيو اضافه للعمل حتى في النيفو كوميرسيال النيفو ارتستيك، دونك كتربح معاهم جوج الحوايج، دونك ايجابيه مش حاجه صحيه. واخا المكتوب الا كان جزء ثاني واش غادي نشوفو بشي دور مختلف؟ وي الا كان جزء ثاني ان شاء الله غيكون يوسف ماشي مختلف ولكن ديفلوبي، زعما غيمشي لحاجه اخرى، غيمشي للبطله اخرى. لا ماشي شخص اخر، زعما في اللوجيك ديالو غيديفلوبا، ما غيبقاش هو نيت كيف ما كيفكر، غادي يولي واحد اخر. بيان سور، لان شوف هذه في الكتابه الدراميه كتكون هكا، ما يمكنش السيناريست تكتب اي بيرسوناج من هذوك بلا ما تفكر في الديفلوبمون ديالو كيفاش ممكن يمشي في القصه، تبقى يكون غير هو، غتكون شويه قضية. دونك راه كيشتغلوا الناس بحب على جزء ثاني، إذا كان راه غيكون زعما، إذا كان لقاو الصاحب اللي خصو يكون راه غيكون. واخا غادي تكون حاضر في رمضان شي عمل؟ كاين كننسى شوية، كاين تيلي فيلم اللي صور دابا وكاين مسلسل كنصورو، تيلي فيلم ديال الإلهام العالمي مع فاطمة زهرة جواري كممثلة، صلاح الدين موسى، وكاين مسلسل دابا اللي كنصورو فيه مع المخرج هشام الجباري شركة الإنتاج أليان. واخا ايوب، واحد الستوري ديالك خلقت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وشنو ممكن تقولنا عليها؟ ديال هي ستوري عاديه مع صديقه نرجس الحلاق او ميدي فولان، وستوري عاديه يمكن خداوها لانني نفس الشخص كان مع جوج الناس، يمكن ما شافوها هكا، انا كنت مع اصدقاء ديالي كنحترمهم كيحترموني، وما باغيش زعما ما بغيتش كاع نجاوب على هاد اللعيبه لان حريتهم الشخصيه وحياتهم ما عارفين. هو العادي انك انت كتواجد مع اصحابك لانهم جوج بهم صحابك وجوج بهم فنانين ياك، ولكن اللي ماشي عادي هو انه هما يعني ما عنينش على انهم رجعوا وانت حطيتيها في لاستوري، دونك واش كان شي موقف محرج بالنسبه لي لهم؟ شوف كنقسم لك بالله الى مهدي صاحبي بزاف ونرجس كذلك، مناقش معاهم كاع المواضيع ديال الله والحق الا هذا الموضوع ديال علاقتهم الشخصيه، عمرني عرفتهم تفارقوا، عمرني عرفتهم رجعوا، عمرني سولتهم هذا السؤال، وعمرني فهمتي سواء كنتلاقى في كل واحد بوحده سواء تلاقى، لان شوفها حياه شخصيه ديال الانسان عنده اختياراته كيتحمل مسؤوليتها، ما نكونش انا جالس مع شي واحد وكنقول ليه شنو تزوجتي ولا طلقتي ولا حياته، ولا بغى يبارطاجي راه يعجبك الحال، ما بغاش راه حياته. الا كان رجع شنو تبغى تقول له؟ الله يسهل في الحياه، كان مازال ما رجعوش الله يسهل في الحياه. شوف الدنيا زوينه والله، خصنا غير نتعايش نتعايش. واخا علاش مقل في الدور الاعلامي ديالك؟ ها؟ علاش مقل في الدور الاعلامي؟ في العياقه، عيط لي واحد النهار واحد وحدين قالوا لي فيك العياقه في التليفون، كنت فاش جي عندنا فيك العياقه. بغيت يمشي العدد ديال الاعمال كبر من العدد ديال الانترفيو، مثل فيلم ودير 600 انترفيو وصافي ما طلعش لنا في راسنا. لك تقليل هيك كنكون ما عندي حتى شي حاجه نهضر عليها، ما عندي حتى شي عامل فني باش نهضر عليه، صافي. الدور اللي تبغي تمثله واحد الدور ثاني كيعطيك بزاف؟ شوف انا مثلا كممثل كنبغي نمثل اي دور كممثل، ولكن كاين شي ادوار اللي كيكونوا مكتوبين مزيان ولكن بغي مثل كيكون بصح خاص ذكاء كبير باش تعرفين مشكلته،
ماشي دوك الادوار اللي معاك ديال المشهد الاول كيقول انا راه مريض نفسي فانت كيقولها ريبليك وصافي خصك تعرفها لا اللي كيكون مكتوب زوين. وكاين شي شخصيات زعما اللي عرفتهم في الدنيا نبغي نلعبهم المركب خصك دور بيان سير يكون مكتوب كاين الكتابه كاين بيرسوناج واضحه لي زيليمون ديالو باش تبني انت كممثل ما تلعبش مسيو تو الموند كتلقى واحد تقرا شي سيناريو ولا شي مسرحيه كتلقى كتلعب بوليس شنو هي بوليس راه بوليس راه زعما راه هذه امينه ماشي بيرسوناج خصك تلعبها. دونك مثال هكا دونك اي حاجه تكون مكتوبه زوين كنكون فرحان بحال اللوغو اللي دابا كنلعب دابا اللي لقيت راسي فرحان انني قبل نلعبو ونمشي نلعبو مع هشام جباري لانه كنحس براسي عندي لا ماغش نلعب بالداخل ماشي من برا. شكرا ايوب الكلمه ديالكم السبعين ديالك. شكرا لكم و بكم راه ما نقدروش نديرو هذه الحرفه اللي حنا كنديرو وكنتمنوا اننا نكونوا كنديرو فيها شي حاجه زوينه كنجتهدوا باش نقدموا لكم شي حاجه اللي تستاهلوا ويا ربي اللي يحشمنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.